اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما تعودنا التقليد اللي بنعمله في قناه النادي، ما بالكم بقى نجمتنا جانا فاروق البطله الاولمبيه الحقيقه اللي فرحت مصر كلها. احنا جبنا تورته سي والله يا كابتن، يعني اخترنا احلى صوره دي اللي احنا هي اي حاجه منكم حلوه طبعا، ربنا يخلي حضرتك لا مكانك وبيتك مرسي. واحنا بنبارك لك، وصدقيني هنفضل العمر كله فخورين بانجازك، والعمر كله هنفضل نحكي لبعض لانه انجاز كبير وطلع من النادي الاهلي. ربنا يخليك. وعايز اسمع برضو تعليقك وكلمه توجهها لجمهور النادي الاهلي بيتفرج عليه. طبعا انا حابه اشكرهم، لان هم لولا دعواتهم ولولا السبورت اللي هم كانوا بيدوه لي قبل الاولمبياد، انا طبعا ما كنتش قدرت ان انا اوصل للميداليه دي. يمكن كان الهدف الاول طبعا حصولي للميداليه، ان انا كان نفسي افرح الناس، يعني انا كان نفسي لان فعلا الشعب المصري شعب جميل ويستحق ان هو يفرح، وهم كانوا كلهم متابعين، فكان نفسي ان انا اقدر اعمل حاجه ان هم ان هي تفرحهم، فاتمنى ان انا اكون قدرت افرحهم لو جزء طبعاً بسيط. طبعاً يعني فرحتيهم، كان جمهور النادي الاهلي كله متابعك، واول ما خدت ميداليه كل اتكلم وكل كتب الف مبروك، نتمنى لك التوفيق في كل حاجه. ميرسي كررتيها، كملي، بنتمنى لك التوفيق، كادر الحقيقه تشرفي اي مكان ان شاء الله يا كابتن. نورتينا وشرفتينا يا كابتن، ميرسي. بس قبل ما نخلص لازم تقطعي التورته، يلا بينا. وانت اللي هتقطعيها بنفسك. يلا اتفضلي. هاني الف مبروك يا جانا، يا رب ان شاء الله ونقطع تورته ثانيه وثالثه باذن الله ان شاء الله باذن الله. ميرسي يا كابتن. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع بطلتنا ونجمتنا الاولمبيه جانا فاروق. نتمنى يا رب يكون اللي اتفرج علينا اتعلم حاجه من اصرارها وعزيمتها، وان هي نموذج مشرف للمراه المصريه. بشكركم شكرا جزيلا، وانتظرونا في حلقه جديده باذن الله مع ابطالنا في برنامج الابطال.